بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف تحت العنوان Editing Screen Recordings في نقطة كانت من ضمن النقط الجميلة خالص. لو أنا كنت قلت له والله View as a single slide، طيب هيخليني الكلام ديت في ملف منفصل. شباب، الفرق ما بين ان انا اعمل سكرين كاست او سكرين ريكوردينج باستخدام البرنامج، او ان انا اجيبه من برنامج بره زي كام ستوديو او سكرينر او اي برنامج تاني، ان ده بيديني فيتشرز تانية. يعني مثلا لو انا بطلع ستيب باي ستيب سلايد هيديني المودز المختلفة ما بين فيو اور تراي اور تيست. طب في الفيو معايا في كل واحدة فيهم اوبشنز، اللانجوج بتاعت الكابشنز، احط لك كابشنز، اظهر لك الكيورسرز، اخلي لك الكليكات هايلايت. طب ماشي، المرة دي انا مش عايز الفيو، خلينا نروح للتراي. في التراي مود معايا اوبشنز، نفس الفكرة. طب الهنتات اخليها لك لما هوفر ولا ايه بالظبط؟ ده الجانب. الجانب التالت، طب خلينا نروح للتيست مود. في التيست مود معايا اوبشنز تاني، عدد المحاولات كم محاولة، اوتوماتيكال تطلع لي النتيجة، طب تطلع لي الفيدباك لو كانت صح او غلط، طب طلع لي الفيدباك الصحيحة، بعدين في تراي اجين. دوت من ضمن الفيتشرز الجميلة خالص اللي لو انت كنت بنيت على البرنامج اللي انت بتعمله. طبعا انسيرت ده احط لك في نيو سين، ولا طبعا لو كان في نيو سين، ولا في سين معين من ضمن السينز اللي انت واقف عليهم. طبعا لو كان في نيو سين هبتدي يقول لي طب اسم السين بتاعك ايه لو انت كنت عايز تمنتج او عايز تركب عليه. ده واحده من ضمن النقط الجميله خالص الخاصه بالجانب بتاع السكرين كاست اديتنج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.